او البريفرال نيرفس سيستم مع الجوجلين. نروح للسنترال بقى يا سيدي، سنترال نيرفس سيستم مع الجوجرين سيندروم. هل الكلام ده مهم؟ جدا. ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي يا سيدي. ايه بقى كلمه ديس اوتونوميا مع الموضوع ده؟ انا هديك العناوين بس وحضرتك اللي هتدور عليها بقى. انت عارف ان في لينك ما بين الاوتونوميك نيرفس سيستم والجوجرين. ايه بقى هو اللينك ده؟ ايه هو اللينك يعني؟ انا هديك مساله. مريض عنده سكه سندروم، احنا قلنا ان نسبه عاليه جدا من البوبليشن اب تو 40% عندهم سكه سندروم، عشان اثبت ان اوتومين اعمل ايه؟ شاطر انتي بوديز، شاطر وبايوبسي، عشان ما تنساش الاي بي سي اهو، ادي الكرايتيريا. طب وبعدين الراجل ده في سن الستين سنه لما بيقوم يقف يدوخ، لما ياكل يحس ان المعده بتتملي بسرعه، واخد بال حضرتك؟ وبعدين عنده مشاكل في السويتنج، ساعات يزيد وساعات يقل. ده ايه ده؟ ده اللي انا بقوله ده. بص يا دكتور، ده حدوث ال... ايوه ده اسمه اوتونوميك نيروباثي مع الجوجرين. اما اسالك سؤال، ايه اشهر الاوتوميون ديز اللي معاهم اوتونوميك نيروباثي؟ طب خلاص خلاها هوم ورك بقى، طالما الناس ساكتين كده خلاها هوم ورك يا دكتور. السنترال نيرفس سيستم اهو بيتأثر مع الجوجرين ازاي؟ قول له مش عارف. بس بص يا دكتور الله يبارك لك بقى، احنا عايزين نمشي واحدة واحدة عشان نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. أشهر حاجة بيعملها الجوجرين يا دكتور إنه قد يكون سب تايب من الدي مايلينيشن. طب بص يا دكتور بقى، هو مين أشهر الدي مايلينيشن ديزيزز؟ مين أشهر واحد احنا عارفينه؟ مس برافو عليك. عشان كده اخر واحده ان الجوجرين قد يكون بريزنتد بام اس لايك. طب وقبلها مين بقى يا دكتور؟ لما تفتح النيورو هتلاقي ان الام اس ده مش مرض واحد، لانه ليه جينو تايب وليه فينو تايب. فينو تايب يعني ايه؟ يعني مش شرط يجي بالسته بريزنتيشن اللي اقولهم بعد شويه. يعني بمعنى ايه يا دكتور بقى؟ قد يكون الدي مايلينيشن ده بالصدفه كده اسيمتوماتيك ام ار اي ليجن. برافو عليك. طب رقم اتنين، ممكن الدي مايلينيشن ياخد جزء واحد بس من نيرفس سيستم، يعني بص المين برزنتيشن تكون اوبتيك نيورايتس. طب ثلاثه، المعلم الكبير بقى ترانسفيرس مايلايتس. او اربعه، نيورو مايلايتس اوبتيكا. تاني كده، تاني، هو الجوجرين بيعمل ايه في السنترال نيرفس سيستم؟ دي مايلينيشن. خد ودي معايا في الكلام كده، مين اشهر دي مايلينيتنج ليجن عندنا يا دكاتره؟ مالتيبل سكليروسس. سالك سؤال، هو المالتيبل سكليروسس ده مرض واحد؟ لا، ده فينو تايبس كتير، يعني ممكن تيجي كامله وممكن تيجي حته واحده منها. اهو الجوجرين نفس الكلام، ممكن يجي كامل ام اس لاي وتشخص مالتيبل سكليروزس ولحسن الحظ ما فيش مشاكل. عارف ليه؟ لان العلاج واحد. او يجي يا دكتور بفينوتايب محدوده اسيمتوماتيك ام ار اي سبيكترم اوبتيك نيورايتس والترانسفيرس مايلايتس ونيورو مايلايتس اوبتيكا. طب ايه تاني يا دكتور يعمله بقى؟ بص بص، يعمل حاجه اسمها مننجو انكيفالايتس. شاطر. طيب احنا واحدة واحدة كده بقى، واحدة واحدة. هو ايه موضوع يا دكتور اسيمتوماتيك ام ار اي ليجن ده؟ قام قال لك بص يا سيدي، ساعات النيورولوجيكال مانيفستيشن في الجوجرين تيجي قبل السكة سندروم، يعني قبل ما يشتكي من انه عنده براينس يشتكي بان عنده هيدك مثلا لاي سبب ما، المرض هايبر تنس فصورته لقيت عنده ام ار اي ليجن، فدكتور الراديولوجي قال لك خلي بالك بقى ان الاسيمتوماتيك ام ار اي ليجن ده فور ديفرنشال دايجنوستس. طب يبان ازاي يا دكتور؟ بيبان في تي 2،
على فكرة T2 دايما بتكون هايبر انتنس، خلي بالك T2 دي انت بتقرأ فيها مين؟ ثلاثة بحرف الاف يا دكتور، قول كده شاطر. الفلويد يعني المية، والفات، والثالثة فايبر ستيشن. هو الفايبر ستيشن يهمك؟ ايوه، عشان التندونز والليجمنتس، فهي هايبر تنس يا دكتور، منورة في T2. برافو عليك. امال بقى الاوبتيك نيورايتس دي المين كلينيكال برزنتيشن بتاعتها ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ painful blindness. ايوه صح، بينفول فيجوال لوس. اساتذتنا في النيورو يقسموا الفيجوال لوس نوعين، بينفول وبينلس. البينفول ده اوبتيك نيورايتس، قد يكون مقدمه مالتيبل سكليروزس او جوجرن سيندروم. طب النقطه الثالثه يا دكتور، يجي بالترانزفيرس مايلايتس. ترانزفيرس مايلايتس بيجي سؤال، واحد واخد تروما عند تي 12، الكلينيكال برزنتيشن هتبقى ايه؟ صح، اكسترا بارابلي. طيب هو ميدلري، بس اكسترا ميدلري لازم تكون اكسترا ميدلري دي. لكن الترانزفيرس مايلايتس يا دكتور، انت خدت سيكشن من السباينال كورد كده وقلت له زي التلفزيون ما بيوش كده، افكرك ات ذا ليفل اوف ذا ليجن ما فيش لا احساس ولا في حركه. طب وتحت الليفل؟ ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. الموتور يعني باراليسس، بايلاترال يعني بارابليجيا زي الدكتوره ما قالت. اثنين السنسيشن يسموها، يفقد السنسيشن لغايه الليفل يسموه سنسور ليفل. والثالثه مشاكل الاسفنكترز. الكلام ده مهم ولا بيتقال كده وخلاص؟ مهم، انك لو داخل على حاله بارابليجيا الهيستوري بتمشي على حسب الثلاثه دول. قال لك انا عندي شلل بالعرض، يعني رجوله اتنين مشلوله. السؤال الثاني السنسيشن اخباره ايه؟ مفقود تحت الليجن. السؤال الثالث اخبار الاسفنكترز ضايعه. باقي السيمتوماتولوجي في النيورو هتكون نورمال. ادي الترانسفيرس مايلايتس العادي، العادي اللي بيحصل سكندري مع الجوجرين. الثالثه نيورو مايلايتس اوبتيكا. الفكره هنا في ايه يا دكتور بقى؟ الفكره هنا في ايه؟ ان اهم نقطه في النيورومايلاتس اوبتيكا دي انك انت لازم تركز في اسم الانتي بودي. يعني اللي انا عايزه قبل ما اقول لك الكلينيكال برزنتيشن بقول لك الانتي بودي، مين اللي يعرفه بقى؟ أنتي شاطر، أكوان بمفور. برافو عليك، انتي اكوا أنتي ريد، أكوري أكوان. اكسلنت، انتي اكوا برين فور. ان ده ديمايلينيشن بياخد سيجمنت في السباينال فورد كورد في اللي بيكونوا جنب بعض. انا كنت فاكر انهم سيرفايكال، الدكتور وائل قال لي لا ده اكتر مكان بيجي فيه هو الثوراسيك سيجمنت. ديمايلينيشن في الثوراسيك سيجمنت بيكونوا مع بعض، واخد بالك؟ اوبتيكا يعني زي الاوبتيك نيورايتس بالظبط. فانت لما بيجي لك مريض باوبتيك نيورايتس تقول له ايه يا دكتور؟ صور لي البرين والسباينال كورد. يا منفصل اوبتيك نيورايتس لوحدها يا معاها اوبتيك نيورومايلايتس اوبتيكا. اهم نقطه في الام سي كيو انتي اكوا برين فور. ام اس لايك يا دكتور، طبعا حضرتك عارفين الام اس اكتر مني، بس للتذكار يعني اهم برزنتيشن مينتاليتي وموتور وسنسري وسفنكترز. برافو عليك، وكرينيال وسريبيلم، يبقى 2 ام و2 اس و2 سي. طب ما عشان نختمها مس بقى حاجه اسمها الايريتيتيف ليجن كده، تبقى الهيستوري بتاعت النيورو خلصت. المالتيبل سكليروس يا دكتور المينتاليتي والمود، موتور مانيفستيشن وسنسري وسفنكترز وكرينيال وسيريبيلم، كل واحده اثنين اثنين. طبعا انت عارف ان الام اس يا دكتور لازم تصور البرين والسباينال كورد وتدور على الديمايليتنج ليجن. طبعا الانفستيجيشن اوف تشويس مين يا دكتور هنا؟ برافو عليك، هو الام ار اي برين وسباينال كورد. طب هو رخم عليك وقال لك اعمل سيرو سباينال فلويد، هتلاقي ايه يا دكتور؟ قول له ده مريض، ده مريض اوتو ميون اللي شغاله فيه البي سيل بتتسلى بتطلع انتي بودي، بس عيال صغيره كده فسموهم اوليجو كلونال باند. لما بتتجمع مع بعضها يسموها باند يا دكتور. يبقى في السيريبرو سباينال فلويد الكاركترستيك لكل الاوتو ميون مين؟
وجود الاوليجوكنولان باند بس خلاص. نروح طبعا هنا العلاج مين يا دكتور؟ كورتيكوسترويد، هنا علاج الام اس العادي خالص، واخد بالك؟ طب هنا السؤال بقى، بعد ما تدي الاسترويدز وتسحبها هتسند ظهر المريض بمين؟ شاطر، ازاثيوبرين او مايكوفينيلتموفيتيل. في ستارز بيتعمل على التكسوماب والايكيولوزوماب. اخر حاجه يا دكتور، هيلمنينجو انكيفالايتس. مساله بسيطه جدا، جالك مريض اهو ميل بيشنت سنه 55 سنه، بيشتكي يا دكتور من فيفر ونيك ستيفنس وفوتوفوبيا، ما هو الديفرنشال دايجنوزس؟ وهدك عشان ما تزعلش، انا اسف. هتفكر في مين يا دكتور؟ مينجايتس. برافو عليك، ادي مينينجايتس اثنين، اخد مينجايكوفلايتس. شاطر، انكيفالايتس يعني. طب والثالثه؟ برافو عليك، سبيسيفيك باينج ليجن زي البرين ابسس، صح. هتفرق بينهم ازاي؟ ان المينينجايتس دي بره بره، عشان كده غالبا الليفل اوف كونشسنس هيتاثر مع مين؟ مع الانكيفالايتس. طب والبرين ابسس؟ تضغط على حاجه يبقى لازم يكون معاها فوكال ليجن. احنا يهمنا مين؟ مينينجو انكيفالايتس. طب وهتشخصهم ازاي يا دكتور؟ خلي بالك، بص يا سيدي. انت عارف المينينجيز ثلاثه لايرز، رحم الله من علمنا، البايا او الديوره والبايا والاراكنويد. الاثنين دول لهم اسم دلع اسمها ليبتو مينينجيز. الديوره اسمها باكي، باكي يعني ثيك. وما سالك سؤال، لو جالك مريض عند سن 55 سنه ولقيت السي بي سي بتاعته نورمال مع وجود الحراره والنكس ستيفنس والهيدك، وانت شاكك ان هو يكون مينينجايتس، قول له طيب يا دكتور اعمل سيريبرو سباينال فلويد، لقيت العدد فاريبل ما بين الليوكوسايت، خلي بالك، والليمفوسايت. انا بكلم الناس عشان الكومنتري، قول له يعني ما فيش حد فيهم بريدوميننت، اصل دي تمشي مع الاكيوت انفكشن. طب ودي تمشي مع مين؟ مع التي بي والفايرال. طب المشكله ان هو قال لك الفاريبل نمبر ده ما ادكش عدد، والسي اس اف بريشر مايلدلي اليفيتد، والبروتين مايلدلي اليفيتد برضه، يا رب العالمين. طب اعمل ايه؟ قول له بص يا دكتور بقى، دي الكاركتر السيريبرال سباينال فلويد مع الجوجرن. طب نعمل ايه يا دكتور بقى احنا؟ نعمل ايه؟ قول له يا ترى نعمل ام ار اي ولا سي تي؟ مين يقول لي بقى؟ خمسايه. مرات خمسه؟ ليه بقى؟ ما هي يا دكتور اللي هيجيب لك الليجن في دول هو الام ار اي مش السي تي. السي تي من الجسم ما بتظهرش فيها، يبقى الفيرست لاين اوف انفستيجيشن هو السي تي. اسف، ام ار اي، اسف، معلش. لو مريض عنده من انجو انكفالايتس هتعالجه ازاي وهو اوتو مين يا دكتور؟ هتعمل ايه؟ يلا قول لي، برافو عليك. ها، معلش ولوكو دكتور، حضرتك كورتيكويد. من شويه قلت ان السي اس اف بيبقى فيه اوليجوكلونال باندز، مش كده؟ ايوه، اوليجوكلونال باند مع الام اس لايك، حلو كده. يعني دي برضو دي يعني يعني انت هنا اديتي يا بيبقى دكتوره منى فرصه، انت لما بتعملي هنا يا دكتوره منى، ده واحد عنده اكيوت مننجايتس، حلو، البيسل عشان تطلع انتي بوديز الريسبونس محتاج 5 ايام. فانت لما تيجي تشك في المننجايتس غالبا هنشك بكتيريال او فايرال او تي بي انفكشوس يعني، فتعملي سريبرو سباينال فلويد مع البكتيريا الانفكشن ليوكوسايت عاليه، مع الفايرال والتي بي الليمفوسايت عاليين. طب هنا قال لك ليوكوسايت والليمفوسايت فاريبل نمبر. فاريبل نمبر يعني ايه؟ يعني ما فيش بريدوميننس لحد. هما الاثنين قد بعض. طب نعمل ايه بقى؟ يعني السريبرو سباينال فلويد ما ادانيش نتيجه، او معمل ام ار اي. طب انت لو اتاخرت شويه زي ما الدكتوره منى ما بتقول هتلاقي الميوجلوبين عاليين اللي وجود الاوليجوكلينال باند، لكن لما اتكلم على الاكيوت سيتنج دلوقتي على الترابيزه هتعمل ايه للمريض؟ هو ده السؤال. العلاج تعمل ايه يا دكتور بقى؟ جلوكوكورتيكويدز
طب لو معانا انكيفالايتس مين بقى احسن دواء في البارينكايمال افكشن في البرين؟ شاطر، سايكلوفوسفامايد. صح، خلاص. بص يا دكتور، عشان انت ما تزعلش خالص، ادي الجوجرينون الباثوجينيسيس يا دكتور، وخدنا 2 من الكلينيكال برزنتيشن، بالمونري ونيورو. ادي المذاكره يا دكتور ليله الامتحان اهي. الباثوجينيسيس يا دكتور، عايز تعمل ايه؟ اكسر الجلاند. عندنا 3 خطوات اسمهم بري كلينيكال، مرحله الاوتو انتي بوديز، مولود بابنورمال جي، اتعرض لفيرال انفكشن، موتوا الخليه، طلع الانتيجين اللي هو مين يعني؟ الانتيجين اللي في الابيثيريال سيلز اللي هو اسمه الرو انتيجين، اسمه اس اس اي. تاخدوا الانتيجين بريزنتنج سيل تعرضوا على التي، اهم خليه البي سيل، وعشان خاطرها نجيب لها كاس العالم جيرم سنتر، اهم ميدياتور الانترفيرون. زودنا المره اللي فاتت الجديده 6 البيت ميزنكايمال سيل. بح، خلاص. البلمونري كلمه واحده، انترستيشيال لانج ديزيز. يا ربي يا ربي، نون سبيسيفيك انترستيشيال نيموني، يوجوال انترستيشيال، كريبتوجينيك واللينفوسيتيك. اكس راي وبلمونري، اللي عنده واو فيهم نشحنه على السي تي، والعلاج 1 2 3. ستيرويد ازو مايكروفينوليت، يلا قول معايا. سايكلوفوسفامايد ريتوكسيماب سايكلوسبور انهيبيتور، كالسينيورين اسف. نيورو يا دكتور بيحب مين؟ بيحب البريفرال نيرفس سيستم، لكن ممكن يجنح على السنترال، ممكن. بريفرال نيرفس سيستم يا دكتور من حيث الاوردر اوف فريكوانسي مين الاهم؟ البولي نيوروباسي، يحب موتور وسنسي. العلاج يا دكتور انادكوت ريسبونس، الا لو كان في فاسكولايتس. 2 السمول فايبر نيوروباثي، انه مؤلم حتى في العلاج. انترافينوس امينوجلوبولين، الجرعه مهمه وازاي بتديه. الثالثه الاتاكسيك، قريب من ذلك. الرابع يا دكتور فكرني، عشان انا خلاص بنسى. مين يقول الرابع؟ مونو نيورايتس مالتيبلكس. وسالنا الاساتذه بتوع الدكتوراه ما هي الديس اوتونوميا في الجوجرين سيندروم. السنترال نيرفس سيستم يا سيدي انه جزء من الدي مايلينيشن، فممكن يجي شبه المالتيبل سكليروزس. 6 نقاط، 2 ام 2 اس 2 سي، لكن ممكن يجي فرايتس اسيمتوماتيك ام ار اي. اوبتيك نيورايتس، نيورومايلايتس اوبتيكا ترانسفيرس مايلايتس، اللي هو سنترال نيرفس سيستم. شاطر، قول لي كده. انا برضو نسيت، انا نسيت خالص. مع الدي مايلينيشن مننجو انكيفالايتس. لو الناس بقى عايزه كلام جامد، بيعمل حاجه اسمها كوجنيتيف ابنورماليتي، علينا ملهاش لازمه خالص. انا كده خلصت يا دكاتره، ان شاء الله يعني نكلم عم. احنا معادنا شو اسمه نفس اليوم باذن الله، وعندنا مساله مهمه، علاج الديجيتال ألسر في مريضه السيستميك سكليروزس. ارجو ان انتوا حضراتكم تذاكروها، وانا ابعت لكم الابديت بتاعت الجوجر النهارده ان شاء الله على التليجرام باذن الله. اشوفكم يوم الاثنين، ورجاء نذاكر بس الحاله بتاعت الديجيتال ألسر. جاني بس سؤال، الله يبارك فيكم جميعا، يعني جالي سؤال مهم. هو احنا كده بنطول في الكلام وبنقول كلام كتير؟ الاجابه ببساطه يا دكتور، عايز اقول لك على حاجه، احنا بنسجل المحاضرات دي عشان اي حد يعوز يرجع لها يبقى براحته. النقطه الثانيه، لما كنت التسجيلات اللي فاتت انا كنت بهتم بالنقاط الاتيه، بالباثوجينيسيس، وبجري في الكلينيكال، واروح للانفستيجيشن والجايد لاينز. لقيت ان الكلام ده مش لذيذ عشان شغل العادات، عشان زمايلي النواب الاعزاء. فقلت الله يكرمك دكتور انور هان، فقلت الله يكرمكم، محتاجين نهتم في التسجيل ده بالكلينيكال برزنتيشن. تسلم دكتور هشام، عشان نقدر ان احنا نغطي كل حاجه لكل الناس. فهو الكلام مش كتير ولا حاجه، لان احنا بنقول الخلاصه في كلمتين، فمحدش يزهق. كان في عرض نيورو الحالة تي بي ومش لاقيين بارابليجيا. انا مش فاهم السؤال والله، فمعلش يعني سامحونا شويه. يا دكتور يعني هم بيدوروا على تي بي ما لقوش تي بي، فبيعملوا ان احنا عرض للحالة بتاعت البارابليجيا. الله ينور عليك. بالظبط كده. انك بص يا دكتورة،
في حاجه طالعه جديده كده يقول لك ايه اكسكلود اوتو ميون ديزيز. الكلام ده يعني من غير انت هو ما يشوف الحاله انت المفروض تقول له طب اثبت لي بقى انها الميعاد يكون الساعه 8. حاضر مفيش مشكله. حاضر الهيريديتري ديزيز. حاضر حاضر والله انا التسجيل ده انا بعمله ده عشان اي ديفكت احنا سبناه في المرات اللي فاتت ان شاء الله هنجيبه المره دي باذن الله باذن الله تعالى، يعني عشان ما حدش يزهق بس من التطويل في شرح المواضيع. زي ما قلت لحضرتك المطلوب منك بس، وان شاء الله دكتوره منى تساعدنا ان المحاضره تكون نازله على جزئين عشان تبقى حاجات صغيره على الناس. رجاء بس انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان احنا ممكن بنطول شويه في المرض، فحد يقول لي طب انا ليله الامتحان هقدر اذاكر ده؟ اه طبعا زي ما قلت لك اعمل اسكيم كده وانت مش محتاج اكتر من كده في الامتحان يعني. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم.